وين الازهار والموقوين وغلاد وحد البادي الغار والموقوين وغلاد وحد البادي يا جنتانك تدلنا جمعت معايا الرشيد ورحيل ماشي ومي ورحيل ماشي ومي ورحيل ماشي ومي يا سندانك اللي ندلع السلام عليكم ورحمة الله. أنا نحاول ما نطول عليكم بيد الوقت الجعود قاس. ثم شحالكم كاملين يا كرباس عليكم. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. هو بث له يعد يسوى قاعد قاس الوقت يسوى للوقت. نحن ما أنا ما حين ولا يخلوهم. وأنا شخصيا قط قلت لكم إن شي قلتوا ما نعتبر عنه غير ماني راجي من عندهم ولا نقول شي خاسر. على كل حال هاي البث اللي نتكلم عن شوي فيه كي اخبار هاو الشائعات اللي طالصه المغرب عن اخبار استدعاء ابراهيم قالي تخطاو ديك المرحله اللي نقيسو مولي شي هون يتعلق بقضايا نحن اهل موريتان. الهجوم قالوا انه على منزل عبد العزيز الراي السابق اللي انا كاع ماني متاكد من صحه تاك الخبر حقيقه وحكما غير لا هذه المواضيع نختار نبقى نتطرق مولي للمناضل فيصل ذاك شي من المواضيع توه نختار صحراوي اختار نتكلم عنها بيا اللي انا محاول ذي الفتره اني انا قضيت الصحراء لا قضيتي حاسبها لا من قضايا نحن اللي والله انا بعد كليت تمسح عن وجهها قالوا البيضاء. على كل حال لهنا بدا قضيه الرئيس السابق والعبد العزيز قالوا فهم شائعات قالوا وحدين داروا فيها شي من الفضة تحت كارو شماعة شنو هي الفضة حد لو دلها في البنوك ما يجبرها لو دلها تحت كارو هذا لا طمع في العقل هذا قاع اصلا اللي نعود خلق معناه نحن لا يح الله يلطف منين راه قاعد لاين مشي قبل فضل رئيس كان سابق متهم اللي قد يعدل له مشي يسوى شنو وماشي قابض شم الفضل ودايرو تحت شم كارو شي ما يصح مرحبا انا داير درك بث مباشر لانه فران ان شاء الله ولا دار بث مباشر ان شاء الله تعالى والله ان شاء الله لا هون مرحبا بيخو. على كل حال انا نرجع الموضوع ما خالق رقاش قد يلحق من متن السذاجة اللي يتبارك مع شم الفضاء سارقوا يلموا تحت كار والله في دار كان فيها اذا ما هو سبلت الواد الفضاء. ثانيا عزيز الرئيس السابق انا ظاهر اللي نواردة فيه رواية واحدة يرحموا عزيز قوم من ذل رقاش كان رئيس دولة يسوى قاع سرق يسوى ما سرق وما خارج رقاش أكبر من القضاء ذاك شيء يعني القضاء هو اللي برأ هو اللي يتهمه يقال بعد ظاهر لي إنه اللي فات أنت يسرق والعبد العزيز ما باقي حد ناس كاملة كانت تسرق وما زالت وأنا ماني متحمج له أنا ما حد رئيس سمعته سويدنا وقلت له ياسر مشي وانقدته لوجه الله تعالى ما له يجيني فيديو يسوى شنو نتحدى عليها رقاش ما نقول له نفس اللي نقول للحكومة ضرك ونفس الحكومة السابقة اللي ماني راجي من عند مولانا نصفق الحد يسوى منهم قال الله اللي ذا ياسر من المتاهات وياسر من الشي ما هو يلا ما هو زين حقيقة وحكما راجي من عند مولانا لان القط سرق شي الموريتاني ردوا له ذيك واعره به اللي انت وانا قبل اللي قط سرق خمس وقيات عندي عن ما ناس كامله لا تنقبض ما لا يبقى حد من اللي يسوى
وتو راجل من عند مولاه التوفيق غير حد يلود الفضة تحت كارو دارها وما له لاكي حد قبل يذهب في السحاب يلود لها على رش راش بلا معنى اختاركم تعودوا عقل من ذا لين ارجعوا لقضية ابراهيم قالي راي جبهة البوليزاريو اللي بعض الشائعات قاع اللي عتم اللي في الصحافة الموريتانية وعاد والصحافه المهاريز هذو وللعلم راني عدلت لهم مهراز كبير دون نشر لهم ذلك ان شاء الله ياسر منهم سوى عند مهراشهم ان شاء الله تعالى نطلع لهم ذلك مهراز من اشبه المهاريز اللي رايت انا الله ترقي قاع حتى شوفته قد حد يمشي الحد في تعليق على كل حال شفت ياسر من الشيء عاد تقول انه يحاكم في الصبانيه وانه جاه استدعاء وانه تفيتيد هذا ما يقدي صح بصفته دي ما يقدي صح باي صفه من الصفات أولا ما مشى قاس إسبانيا عبثا ثانيا ما عند دولة في العالم الحق أنها تستدعي إبراهيم قالي ما تقد إبراهيم قالي كافح من أجل تقرير شعب مصير شعب كامل من أجل سيادة دولة الصحراوية معناها الرئيس كيفته هو ما عند الحق قاع رجاش يستضاف ويسمع إلى عاد قاع الأمم المتحدة وش قال واضح معناها ما فهم رجاش قد يعيط له ثانيا يدين نخرصوا على سبيل المثال انتهاك حقوق الإنسان قالوا هما والله رجاش قد تعرض لجريمة والله حبس هذا الشيء واقعي راعي فيديوهات على يوتيوب الصحراويين راعي يظلوا يدبزوهم 24 ساعة المقاربة معناها ان هي رسالة موجهة للموريتانيين يلا يعودوا احنك من ذا اعقل من ذا ما هو اللي قال لهم يقوم كل واحد منهم دافع يبط صرعه ابراهيم قالي هاد قد اسبانيا تعيط له هاد قد مادة ثانية تعيط له ابراهيم قالي قايد شعب كامل دولة كاملة سيادة كاملة سيادة مولي عندها الكرامة اللي ما تتخارق في الزمن اللي ما تخضع ولا تركع معه المولى عز وجل معناه ما تقد اسبانيا تعيط له لا تقد مادة ثانية تعيط له بتهمة سخيفة انت حبست فلان ولا اغتصبت فلان ثانيا ذي اللي جابوا عقب قاع مولانا فضحها هذيك يا فيديوهاتها متفسقة في كل الارض بل هي قاع مغتصبة راسها قاع العياذ بالله في كل الارض ولو شي قد حد يغتصبه اغتصبت قال له رقاش كان بريء والله رقاش كان معدلوش ثانيا ما خارج حد لا يمشي عن قاعد الصحراويات الزينات ويتبارك مع جلفة كيلوح قاع بلا معنى يقير دائما يلعب للاسف دور متين الاعلام المغربي على انه شوه سمعه القياده الصحراويه القياده ما هم انبياء تمونكو بها ولا انا متحمجي لهم ولا فيهم حد نعرف فيه الشيء يسوى شنو ولا ندور نعرفه فيه ونعرف ان فيهم النقد من حد انت ينقدهم دور تفرق ذي الحلقه هو ينقدهم قال قد ينقدهم رجاج ما هو رجاج عايد هاي النقطه الاولى قد ينقدهم رجاج ما هو رجاج بايع ترابو قد ينقضها مرقاش ما هم المقاربة اللي محتلين ترابهم حد يطرح سؤال اشتم قاعدين عاد رقاش يشكي والله يطير والله يقيس المغرب الصحراويين اللي كانوا سركم المقاربة ما يخسر قاع فيهم شي يسوى شنو هم اللي قلعوا منهم ترابهم القايلة منها هم اللي شتوهم القايلة منها ولا خارج جريمة معدلة في المخيم افترضنا ولا قطة راهي وعدلت في جريمة حسب علمي خارجين اشخاص كل واحد منهم قد يعود هو حد سرق ما فرض على مدى انها تمشي تقول له بيت من فاقه حد سرق دورين حبس حد ساء في رجاج يسوى منه يقدر له اجبر عقابه في العالم كامل الناس هي هو هي الصحراء وقف الدولة على الحمادة بصنادرتها وبعسكرها وبوليسها وبجيش شرعي بيت التعمار كل ليلة مولانا في المقاربة قايم وسيادة عندها الحق كيف تنحنا كيف أي مدة تحاكم رجاج أخطأ والله تحبسه تظلم انا ماني ضد انها تظلم بيدي مجتمع البيضان كامل فيه الظلم الا من رحم ربك يقير اصلا ذا اللي ياه ينقضها يلا يعود مؤهل انت ما تقد تنقضني وانت قس المقاربة القايلة منها هاي الكلمة دائما كررها على وحدة انت ما تقد تنقضني وانت قس تعدوية انت ما قد تجبر رأفة الصحراويين راه مفترض انهم خطأوا بطوا رقاش حبسوا رقاش شهر انت ما تقد تنقضني انا وتقيس مادة ساجنة الشباب ظلما وعدوانا داير عليه المؤبد تبط اخواتك كل نهار قتل تباتك وجدودك اللي لا تقنعني انا انت بيه شنو ولا تقنع بيه واحد ثاني مهراس كيفتك شنو معنى ان رجاش يعقال ويجير لرك مجتمع البيضان خصوصا يلا يتكاتف ويتحالف فيما بينه خصوصا المجتمع الصحراوي ينسى عنه الماضي حد قطع عند الخطأ في الصحراء في الدولة الصحراوية قط قدرها في يوم من الأيام جاته فرصة أنه يكفر عن ذنبه قال ما خالك حد عنده شيء قد يقوله للصحراء ما فهم شيء قد ينقال فيه أنت ما تقدر تمشي عن القايلة من النهار تخلينا على رقة تخن
كنا مكبرينك وبارقينك ودايرينك اللي قدام قيادي، وعاد بدات تنقض. انت من هو قاعد؟ انت ما تيت مؤهل شي يسوى شنو؟ انت ما تيت تجبدني منين قد حد يكسر لك وذنه؟ انت تلاقي حد ياذنه في وذن الحمار. والله نحن الصحراويين انت من اللي كرط عنك صحراوي قاعد؟ راني هاي الرساله مشي لاشخاص يعرفوا روس. هون اشخاص هما يعرفوا روس. كل واحد منهم راعي فيه يشبح ويدري يحكي الشامبر يرض الليالي. انت اصلا ما تيت مؤهل قاع انك صار لك حدود في شيء يسوى شنو؟ وقلع عنك ملي صحراوي، قول انك مازيقي، والله قول انك روايه ثانيه. انتم كل واحد منكم يوقف لنا وجهه كيلو مسمار يقول انه معتز بمقربيته وانه مقربي انه خالق له خالق له. وفو هو 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 مقربي صحراوي ما يخالق. هو الحلال بينه الحرام بينه وبينهما امور متشابهات، ما تقدر تخلق ملي ستروا تحلقين ما يخلط. واضح لكم خارج الله صحراوي، ان ظلمت غير صحراوي، ان جار عليك غير صحراوي، ان كان حقه غير صحراوي، تناظر صحراوي، قاعد في الحماده صحراوي، قاعد في المخيمات صحراوي، قاعد في المناطق المحتله صحراوي، قاعد في ترابك ما مرقتها من عند الراس صحراوي، مشيت عيد غير صحراوي، متفخر اني صحراوي وطامع الاستقلال والناضل من اجل الاستقلال غير صحراوي. قال لي نجي في مغربي صحراوي ما تفهم، يخص واحدين يفهموه. ننجي من تمد لا يدورها عندها يقول لهم انا جايكم انا مغربي اسمي باكا توتو سامي هم ذوك الكيس جايب دخل ذوك الاولين وتو تقدم شور من الناس ودورها صحراوي مغربي اقلعها كرطها ما فيكم حد قد ما سريطوا وقد سريطوا يسوى منه يقد يقيم ماشي قيس دوله كي موريتان والله قيس بلاصه يسوى منه والله يجمع في جماعه من البيضان ويقول انا مغربي ينفخر بيها ما يقد انا شي ما نقد نفخر بيه ما نحوز عليه انا شي ما يبلغني ما نقدر نعدلو انا شي مدنكسني معدلو ليش منين واحد منكم يقد يقيم قايس من تمد ولا قايس مد يعرفها براسه ويقول ما انا جايك مغربي معتز اني مغربي ما يقد انا شي ما نقدر نعدلو لفوق مغري فيها راسي ليش حق بعد انا قاعد هون في ترابي لاني قاعد مارق عنها في المناطق ورا عيني الناظر والله ساكت باط فمي غير ماني معتز اني مغربي ما يوقف لنا واحد نهار فايت وجهه كي يجلفه ويقول انا معتز اني مغربي وكذا وكذا ومتبارك يسيء القياده ويقول لهم الكلام الخاسر انا القياده ماني فكاه عنهم ومد من البيضان البيضان كامل يوم فضمه كل واحد منهم في الشي وفي التبيخ غير قاع لا انت سارق قاع انت قاع قبلنا انك سارق سارق ما زلت ناظر من اجل قضيتك سارق ما زلت في الصهور الاماميه سارق ما زلت قاعد على رقه خن معناه ان ما ما, ما يقد ينقذك اللي رقاش قاعد في البرود ما هو مؤهل انه ينقذك انا ماني ضد انهم هما فيهم 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 الشقاره قال ما هو وقتها ما هو وقت احرار مولانا تبارك تعيب قيادته وتعيب جيشه وتعيب ما هو وقت ما هو وقت ان الشهداء يمشوا كل نهار من الشباب في الاحباس والناس كل نهار متوفي حد منها في معركه خابته المغرب والله منقلبه به هوته من اجل تحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب واحد ثاني متقابل معاه لا دانون والصريط شي ما نعرف شنو ما تعرف كانوا صايم كانوا ساكن في استورا ويتبارك ينقذ رجال تبات ما عندها ما دايرت عليها تبات تحت الأرباب تحت الصدر ما عندها شي توكل وصيام خصك تتمعن شوي ياك تنقذهم لا اله الا الله ماني سامي حد ران ولاني ملي فضل فاتني سماني حد ما هو لا يقرف على كل حال لا راه اللي النرقاج اللي نعود كي دائما نقول لكم ما يقد ينفع الشعب الصحراوي في ذي الفترة يقد بعد ما ما يضروا قد ما يضروا اللي نعود رقاج ما يقد ينفع الشعب الصحراوي بشي يسوى شنو بتدوين على فيسبوك بث مباشر بشي يسوى شنو على الأقل ما نضروا بعد في ذي الفترة سوى قاع شقط عدل للكرش ترفد الموضوع شقط عدل لك حبسك حبس ابوك قال لك كلمة خاسرة، أنت راعي كل نهار تندبز في المغرب ساكت في فيمك، محبس أخواتك وأخوتك واللي منهم ما هو محبوس مطروس على قدروهات سكران، خسر، ما تنقض، اللي تشوف شي تعترض عليه في المخيم وتقوم وتقول الكلمة التالية، وتطير وتنزل وتقول أنا ماشي عنكم، تراعي تشوف حرارات مولانا يقلبوا كل نهار من بجيات كي مدة طارحة من جوك تجمعهم، ما تقعد تكلم، تنذر شين للمغرب، غير ما تقد، مجتمع البيضان يطفق. الاهل باللي اللحمه اللي انت خنست ولا هالاهلها وده مثال بسيط اني انا درك
انت من ردوا الناس كامله تقول لي النصر وطول العمر وخيرت وجزاك الله خيرا وزكاة الايام وش من ادعيه كاع ما قد سمعتهم. ولا عاد عند مدى قشقر يدي نسمي واحد يقول لي ذاك راه ولا كل عام، لكن لا خلي عنك لا تطرح النقاط على الحروف. لا حقيقي افهم انك انت لا تخاسر اهلك ما مزارقينك حايزينك، الى عدت مظلوم حايزينك، الى عدت عميل حايزينك، الى قلت انك مغربي هو ما مطالسينك لحقك تحشمي وليد عم. انا نستغرب يطلعوا لي وحدين من الحماده قاعدين على رقه خان ما ياكلوا ما هو الوقت وتاو يقوم علي انت فلان قبيل ما تسميه والله تمعني على فلان والله تمقرف من فوق ويوني ياك صالح من صالح. اهلك ما هم صايبين عنك قاعد اسمه انت مظلوم، معناه انك يلا تحشم بعد على راسك تحك مدت عود شي واحد تقرر مصيرها في بلد. فم خلاف بين اشخاص بين اشخاص بين ما يتعلق بتقرير مصير. انا ابراهيم قال لي مش عاد لي نطلص عنه ولا واحد ثاني، انا ماني محامي عنه لاني حن فيكم ولاني قريب لكم منه واضح، لا عندي بها اي علاقه يسوى شنو يعرف قاع كان يخالف والله ماني خالف. الله اللي بعد اللان ما هي قاع ظرفيه اللي التحدي عيف فيها اهله، ما هي ظرفيه اختاركم تعودوا اقل من شيعات المغرب ما هذه الأولى منهم دائما الأطار لا يشبحوا يذبحوا لا طلعوا يقضوا كيه الضغط. لو كنا هرات ملي وحلونا في قضية فيصل هذا وفيصل ملي راني شفتكم انتم لا كي طيحت العربي ترصيفه لوسائل التواصل الاجتماعي لا تمتزقوا لا رقاج نهار ولا اثنين فهم تعطوا بكفيتكم تفتصلوا معاه. أقم ملي ظهرنا الحمد لله انه قضيته ما هي قضية المغرب، عنده هو مشكلة شخصية ما هي قضية المغرب. معناه دائما الإعلام المغربي يبقي يتوه الناس ويعدل ان المغرب سلطتها في كل الأرض. المغرب ما يروح لها مظالمة ما مسول عنها ذيبة الولات ما مستفاد حد من هالشي يسوى شنو، دي الحقيقة اللي وراني. وانتو الله يوفقنا يوفقكم ان شاء الله، واسمحوا لي لعل نعود جرحت من حد قاع يسوى منهم، راني بعد بيا رمضان لعل نعود جرحت من حد يسوى منهم طالب السماح. ورانيكم ما عندي حقد على الشعب المغربي لا يقد يعود عندي، لا عندي حقد على الصحراوي، لا نتمنى لهم هو الخير كاملين، والله اللي من الواحد فيه لا يخدم قضيتهم. وما يقولوا البيلان وراني ما عليه تمزمس مالي انا ما نعود قعدت ولين وسكت ودرت وقيات في البنت ولين انت ملاني مرق لي فيديو وانقال وخرت انا ماني معيب الصحراء بل ماني معدلها او نقد نعدلها. تعرفوا علاش نقد نعدلها؟ انا اكثر ضرر من الصحراوي من المقاربة، اللي عيبني كامل لا صحراوي، اللي يشكي مني لا صحراوي، اللي قايم عليا لا صحراوي. قالوا فهم من قضية الصحراء ما تتعلق بلعاق بيضة فاسدة ولا بواحد ثاني لا يعنيني فيه، معناه ان الله يكرمنا يكرمكم ويوفقنا ويوفقكم ان شاء الله لما يحب ويرضى. اعرفوا ان قضية مصير شعب ما تتعلق بشخص ولا يقد خلاف مع شخص يخسرها ولا مع واحد ثاني، قضية مبدأ لا بد تعود فهم من اخوه والله فهم شي يسوى شنو، والله فهم شي من الدين لا فهم شي يسوى شنو، ولا قاعد يوسع اخلاقه ولا بد يعود سبورتيف في هذه وسائل التواصل الاجتماعي يعرف انه لا يجي العويلي ويجي العاقل ويجي ياسر مش ويفصل مع النفاق يفصل مع النفاق ويتخمم بعد قاعد ان الرزق ما هو عند حد، ان الرزق عند مولانا. انا كنت عالم ان الرزق عندك انت ولا عند المغرب ولا عند عمر ولا زيد، ما نرد قاعد في التخمام بيلي لا ينبات في الاخر والنفس مودع غير نعرف انه عند مولانا. شت كنت تعدل المغرب نعود امن انها تقد تقتلني ولا تقد ترزقني معناه اني مشرك؟ شت قد تعدل لي؟ شت قد يعدل لي واحد ثاني؟ جاني واحد منهم خبطك بعمارة ولا خبطك بشي قلت لك عادي فاتن كتبت لك يا مستابق اليوم نهار الفلاني اجا لك وافي فيه محمد حسن والله ندخلوك بعد معانا مرحبا بيك وسهل. إلى عدت الصلاة تدخل إلى عدت معنا لنا ضغطوا عليك لا يتعقب تمرك ندخلوك بعد خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما نراعو فيك الأخ الكريم، شحالك ياك لاباس؟ المهم هو تاخذ الرأي ديالي هذا هو اللي نبغي نوصل للأخوة المشاهدين. قلت لك المهم هو الرأي ديالي أنه يلحق، هذا هو الأساس. المهم الرأي ديالك يلحق. هادشي اللي بغيت نوصل.
لا هي غير ملي، ليس من رعاك كمن سمع، يعني تعود معاه الصورة قد لا تعود معاه وانا في ذاك شوي، ما سمعتك. يعني تعود معاه الصورة تعود اشبه شوي. تسامعني؟ تش مقطع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. اهلين، شحال اخويا؟ ياك لباس يا خير. والله الذي خير ربي حامدينك مرحبا بيك وسهلا. بيك. والله اسمح لي بعد اللي الضو ما هو عندي. عادي عادي، المهم ان وجهك شفنا قرعتنا منه الثاني، يعني هو تخلق الله. وخير وخيرت فيك والله، جزاك الله الله خيرا. يكرمك الله يكرمك. لا بي الاخ تبان ما كان باقي على وجهه، لكن بقى راقموا عليها غير تبان قطع. والله بتقول أنا من مخيمات العز والكرامة، وحاليا حالي متواجد، والله والله بعد الله وخيرت، ولا مرحبا وخيرت شوي بيك، هالكريم. وحاليا متواجد بالجزائر والله إن مرحبتين. ومتبعكم إن شاء الله. وش نقول لك، صحراوي كامل لا يبقي وطنه ما هو صحراوي. الله يجازيك، جزاك الله خيرا عنك. والله الله قاع ما يكرمك. نكافو لك، بلا جميل، خليك لي ما نكافو لك. وجزاك الله الله خيرا يكرمك عنا، اخوي. ولا رد الله، ولا رد الله، ما خارج، ما هو الاستغلال، حب من حب، كره الله من كره. يجازيك، الله يجازيك ان شاء الله، الله يجازيك. مرحبا والله، وسهلا بيك، خيرت. مرحبا بك، ما كثير سابق تقطع. نقول الشباب الثاني اللي عاد حد له عنده مداخلة يتمتو يكتب اني نضيفه، نعود نضيفه في اللي نقطع. ما كنت مجرد نبدا المداخلات يعود الصوت خارج، لا ما حد نتكلم مع حد، انك طبعا حد يعود الصوت ما دخل. الله يجازيك، مرحبا بك. مرحبا والله وسهلا. سعيد محجوب اللي عاد تسامعني مرق عن اللايف وارجع له، كان قد نضيفه، كان حاول تنظيف اكثر كان ما جاوبتني، مرق عن البث تعود ترجع له من جديد. عاد فهم حد مازال لا يطلع يقول هانا سابقي في هذا البث، الصوت درعه ضعيف واصلكم. عاد فهم حد مازال يبقى نضيفه ويعود يمرق عن لايف ويرجع له من جديد، والله ما يمرق عن لايف يعود حد ما فات طلب الإضافة. عاد
فهم حد مازال يبقى يطلع يمشي لنا نضيفه. مرحبا سعيد، راني لا نضيف اكثر. السلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. العربي انت شحالك هيك لباس؟ بيك مرحبا بيك خويا. ياك مرحبا بيك. بخير؟ ما شاء الله الحمد لله مرحبا لله، وسهلا. شحال الاهالي ياك لباس عليهم؟ ما شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله ياك بارك. بخير؟ شو ماشي مع الصيام؟ ما شاء الله الحمد لله لباس ما شاء الله. الحمد لله. اللي نقول لك عن الله يجازيك ان شاء الله بخير عن الصحراويين والصحراويات، جزاك الله خيرا. وهذا اللي هو رتواسي الناس اليوقي به وخيرت به والله. هذا بلا جميل، خليك لي هذا بلا جميل. الله الله، ولا ان شاء الله ينصرنا ويعطينا الاستغلال ان شاء الله. آمين إن شاء الله، آمين إن شاء الله. الله يمناسب رمضان، راني مرحم على والدتك، ارحمها ان شاء الله يوم ما إن شاء الله يوفقني ويوفقك إن شاء الله. اللهم امين. آمين إن شاء مرحبتي الله بيك إن شاء الله. وسيدتي. يا أبوي وش اللي تعطوه لي تبارك الله والله اللي تستاهل واكثر. مرحبا والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن الصحراء كاملين يخمون في مستقبلهم ومصيرهم ومصير الأجيال القادمة. الله يجازيكم بالأحسان إن شاء الله، لعت ما تتفهم مداخلة لين توادعنا وانتم وفقنا وفقكم إن شاء الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.